التأهل بملعب أول نوفمبر بتيزي وزي. الزميل عبد الحفيظ شايب حضر المباراة وكتب يقول: وداد بوفريك عن طريق زوات كاد أن يخادع الحارس بالغرب. رجل اللقاء حاج عدلان، ورجل آخر هو الحارس محرز الذي كان ممتازا في هذا اللقاء رغم كل محاولات اتحاد العاصمة عن طريق زيري بلال وكذلك خوني وحاج عدلان. الدفاع كان منظم عن طريق معمري وكذلك محمد. وداد بوفريك يستحق العلامة الكاملة في هذا اللقاء لأنه صمد لمدة 120 دقيقة كاملة، ومحرز كان رجل اللقاء. هذه المحاولة من قصبوي وبلبوز يضيع فرصة لوداد بوفريك، وهذه القذفة وينتهي اللقاء في 90 دقيقة بتعادل 0-0. زواتي مرة أخرى في هذه المحاولة، وحاج عدلان مرة أخرى كذلك، لكن تدخل موفق لمحرز رجل هذا اللقاء، وهذه القذفة من زيري بلال والارتماء الممتازة من الحارس محرز. حاج عدلان في الدقيقة 120 يسجل هدف الانتصار. إذن حاج عدلان يؤهل اتحاد العاصمة للدور النهائي، وهذه انطباعات اللاعبين بعد هذا الانتصار. مارتين البيت لي ديرني سيكوند دي ماتش، انا جو بونس كو الماتش فيه سيتو ماتش جاتو فيه 120 دقيقة، وانا نظن المقابلة كاع احنا اون ا دوميني توت لا بارتي، و جو بونس كو احنا اون اتيري حتى لا ديرنيير سيكوند او النهائي ليا. بون كيما نقولوا لا فينال ماشي كيما نقولوا هي جايه شغل عارف لا فينال شغل عارف، ان شاء الله ليكيب اللي نطيحوا معها ان شاء الله نكون احنا كلنا نحبوا 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 ن